السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد كباكا من قناة كباكا تي في. عاجل ترامب يعود إلى البيت الأبيض. بصوا يا شباب، فاكرين الخبر اللي أختي لسه عامله ده، لسه منزله، اللي هو كان ترامب بيقول لك ترامب كان وقت ال ترامب كان وقت ال الإعلان النتيجة إن جو بايدن هو اللي فاز بالانتخابات الرئاسة، كان بيلعب جولف، كان ترامب بيلعب جولف. فتقريبا كانوا الشباب مغفلينه، قالوا له تعالى نلعب دور جولف، وبعد كده راح اوباما خلص الجولف ورجع، فلقى ان بايدن هو اللي في البيت الابيض، هو راجع عليه، هو فاهم المفروض بقى ما يرجعش على البيت الابيض بقى، بس هم مش قالولوش، كانوا مغفلينه، فرجع بقى ايه على البيت الابيض. طبعا انا بهبد يعني، لا تصدق الكلام ولا حاجه. هو طبعا اللي حاصل ان ترامب مش مقتنع او مش مصدق او بينكر ان هو خسر الانتخابات، هو دلوقتي متقدم للمحكمة عشان يعني يقدم رفع قضية ضد تزوير الانتخابات، فهو مش عايز يسيب البيت الابيض، مش عايز يقوم من على الكرسي. حتى تويتر مش سايبه وعمال يكتب عليه انا الفائز انا الفائز انا الفائز، كل الحب وكل الدعم لابو بنته، اسمها ايه؟ بنته بطل كده، ما علينا. لابو بنت ترامب ايفانكا ترامب ايوه ايفانكا، كل الدعم لابو ايفانكا، كل الحب لابو تيفاني ترامب، برضو شكلها مزه بس ايفانكا مزه اكتر. فمتنساش تدينا لايك شير سبسكرايب شغل الجرس كل خبر جديد تعرف اول باول. سلام.